بزاف، اضطريت ندير لكم غير موسيقى وريكورد لكم الصوت ديالي، حيت الصوت ديال اللعبه ما تريكورداش. المهم هذه الروند الاولى، هاد الدري معايا غير باش يتخلى عن الروم وصافي، اي شد ليا تلجا وجيلي. المهم باش غادي نمشي نتفايتا انا وميد ساي. المهم اخوتي هنايا الدري ما فهمنيش شنو بغيت نشد عنده صافي، وانا نمشي تنقلب على الصاعي. اين انت يا الصاعي؟ اريد ان نقابلك. المهم اخوتي باش تعرفوا راه الكونترول ديالي باقي ما شدش مزيان، حتى ان شاء الله شدي التليفون. وبالنسبه اللي كيسولوني على التليفون على الاعدادات والكونترول ديالي، عندي لكم ان شاء الله فيديو مخصص لهذا الفيديو اخوتي. المهم هنايا اول فايت اول روند، انا حطيت الجا صحيح، حطيت الجا. المهم داير الصاعي غير باش تعرفوا راه تيقصر الوان في سوان مزيان، ما تيلعبش في الرانك ما كيلعبش بزاف صافي، ولكن في الرومات ناضي كيلعب وان في سوان مزيان، كيلعب بعقله وتيعرف يلعب. باش كيعجبني الصاعي كيلعب بالبيسي والتليفون اللي عطيتيه ناضي. المهم اخوتي دابا انا تنقلب على الصاعي. اين انت؟ اين انت يا الصاعي؟ المهم انا يا اخوتي كنلعب على الهيد، واخا ما غادي نزقلو بالهيد كما غادي تشوفوا دابا، غادي نزقلو بالهيد، ولكن كنحاول انني نجيبو هيد شوت مع العلم. انا قلت لكم راه الاعداد ديالي باقي ما شديتهم مزيان وباقي ما ولفتهمش. المهم اخوتي هذه الروند الاولى 1-0. يلا الصاعي، يلا الصاعي، ويلا الصاعي، اين انت يا الصاعي؟ والصاعي ناضي في الوان في سوان اخوتي، والله الا ناضي في الوان في سوان، ولكن احنا نشوف اش غادي يوقع في هذا الروند هادي، واش غادي يتعادل معايا ولا غادي ندير 2-0. المهم اخوتي الدري بدا كيفهم الكونترول ديالي كما قلت لكم، باقي ما شديتوش مزيان، ولكن اخوتي غادي نشد الكونترول، غادي نبقى نقول لهم فوق شويه تفكم كامل فوق شويه. المهم اخوتي انا حطيت الجا صحيح، حطيت الجا هالفايت الثاني. المهم هنا غادي تشوفوا اخوتي واحد البلان وقع ليا خايب بزاف بزاف، باش عرفوا الصعيب لان راه كيفكر مزيان تيلعب بعقله. هانتوما اخوتي تشوف شنو وقع لي دابا، انا حطيت الجا ياك عارف الصعيب فين كاين، غادي نمشي عنده غنبوشي عنده. شوف اش غادي يوقع، انا دابا غادي ندور من اليمين، عارفو بلي هو في اليسار ديالي، عاد حطيت الجا، شوف اش غادي يوقع هنا، شوف غادي ندور ليها هو في اليسار ديالي ياك، غادي فاش غادي نضرب عليه، هانتوما تشوف هو في اليسار ديالي، فاش غادي نضرب عليه، غادي يدور ليا وغيجيني من اللور، ما فهمتش انا كيفاش دار ليا. هانتوما اخوتي انا ديال ديك الشخصية ديال الهاكر، راكم عارفينها، راه ناضية بزاف في وان بيس وان، حتى في الرانك راه كتعرف بنادم فين كاين. المهم اخوتي هنايا هنا فين غادي توقع ديك اللقطة، شوف كيفاش غادي يوقع، انا غادي ندور على اليسار ياك، الصاعي كاين في اليسار ديالي، هانتوما شوف انا دابا دمشتو، ضربت الثلجة، شوف ضربت الثلجة، انا تحالي مشى من اليمين بغيت ندور ليه، هو عطاني يتصور جا من ورايا لصق ليا يتصور. شي باش عرفوا الصاعي راه ذكي اخوتي بزاف، تيعرف يلعب وان فيس وان. وانا اخوتي كيما قلت لكم الاعداد ديالي باقي ما شديتهمش، ولكن واخا كنت متخافوش قريب نشدهم ان شاء الله، وما كاين غير فيديو ديال الزن بزاف ديال الحوايج جايين. وما تنساوش هبطوا لتحت في لي كومونتير وقول لي شكون من اليوتيوب اللي بغيتو ندير معاهم وان فيس وان، نجيبهم ان شاء الله كامل. المهم اخوتي هذه الجوله الثالثه، الجوله الثالثه اخوتي غادي نمشي عند الصاعي، نشوف انتم غادي تكتشفوا دابا شكون غادي يقتل الاخر. وقف الفيديو وهبط وقول شكون اللي غادي يقتل الاخر في الجوله الثالثه، توقع تحدى راسك وهبط وكتب لينا ونشوفوا واش هاد الجيبه لاصقه ولا. المهم اخوتي انا غادي نمشيو دابا لهاد البلاصه، حيت هي اللي واسعه البلاصه معنكشه بزاف، سيرفاتوري معنكشه ديال بصح. المهم اخوتي كما كتشوفوا ضربت الجا، ضربت الجا انايا، هو يسالني على اليسار جا على اليمين، وانا نعطي هيت شوت في راسو هبط للتراب. ايه ناضي ناضي اخوتي الصاعي 2-1. المهم نورمالمون غادي تبقى هادي هي الروم الاخير، حيت قلنا حنايا خمسه، ولكن غادي نزيدو الروم السادسه. المهم نشوفو هاد الروم، يعني نشوفو هاد الروم هادي، الا قتلني نزيدو الروم وحده اخرى، الا قتلني في هاد الروم هادي نزيدو الروم وحده اخرى، ما تعرفي تعادل معايا. المهم اخوتي انا دابا غادي نمشي عندي تاد البلاصه، ما عندكش اخوتي بزاف، ما عندكش المساحه بين طفايتي، فهمتي داكشي علاش غنضطر نطفيت وسط الصناعق هاد العالم هذا اخوتي. المهم اخوتي تقلب على الصاعي، فين اين انت يا صاحبي؟ اين تجاد يا صديقي؟ هو لتحت اخوتي، انا غادي قاصدو، غادي زاعر
غادي ندير ليه بوغر داكشي ديال بوغر اخوتي داك توبا كنعقلين لك راس. المهم اخوتي انا غادي نمشي نضرب تلجا و حتى والدي ضرب تلجا وغادي نتفايتو يعني من سوف يفرقع الاخر راس. اين انت يا صاحبي؟ يلا يا صاحبي وريني المهارات ديالك يا صاحبي، وريني يا صاحبي المهارات ديالك. المهم اخوتي هو صاحبي فيلم ديالي، هو راه كيلعب استراتيجية اخوتي والله، راه ماشي غير كيلعب هكاك وصافي، كيلعب بعقلو. ها هو شتي اخوتي باش كيعجبني كيبوشي. ها انت شتي هو رزق عليا، كاين صاحبي دونك منين تعادل معايا غادي نزيدو روم خمسة. المهم اخوتي هادي هي روم خمسة، غادي نشوفو من تتوقعونه ان يفوز، من تتوقعونه ان يفوز. المهم الصاحبي المهم المهم يا صاحبي اين انت يا صاحبي؟ اثنان لي اثنان يا خوتي. الله يلا ناضي الساعة خوتي في الوان في سوان، انا تنعترف ليبيا بالبيسي ولا بورتابل باش ملعب معاك ناضي في هاد الشكيلة باق. يلا فينك اخي الساعي؟ فينك يا الساعي؟ فينك؟ اين انت يا صديقي؟ اين انت؟ المهم اخوتي كيما كتشوف هو كيتسنى لي كيقول لي فينك؟ اجي لي ناجي حط الجهوة زار بغا يزرب عليا. احنا اخوتي انت مشكلة هادي قلت الاخر او الساعي كيعطيني وضع احبك يا حبيبي. يلا اخوتي نبداو الفايت، يعني من سوف يفوز؟ من سوف يفوز يا صديقي؟ المهم انا بغيت نضربو بيستولي فهمتي، زعما بغيت نصرع نجيبو بيستولي الروم الله خيره، ولكن مبغاش تصدق حيت ضرب واحد الثلجه بالزربه، واخا نضربو بيد راه مع واحد الثلجه ما يمكنش تحسب. علاش؟ علاش الساعي عارف شنو كاين وخاف على راسو هو يضرب الثلجه في البلاصه؟ اصلا هذاك هو القلب ديال الدراري، ديما ضرب واحد الثلجه في البلا باش ترى ضربت شي واحد بيد شوط غادي دير رد الفعل ديالها ماغاديش تحسب، ميتحسبش الدمج. ايه المهم الساعي اخوتي ناضي هيد شوت هيد شوت، يعني المهم اخوتي كيف ما كتشوفوا 3 لجوج هي 5 الرومات ربحت ساعي، ولكن غادي نزيدو هاد الجوله هادي السادسه ما تعرفو نتعادلو ونسالو معادلين من الاحسن نتعادلو باش حتى واحد ما يبقى في الحال. اخوتي راه الساعي راه زقني في شحال من مره والله الا كيشت كيف ما شتو راه دمجني مزيان وقلت عكسي الثلجه ما عرفتش عندو كونيكسيون ولا ما عرف. المهم المهم اخوتي زقلتو في هاد اللقطه هادي في الاول، ولكن في الثانيه نتوما غادي تشوفوا شنو غادي يوقع. اين انت يا هو ديما كيتسناني خطر صاي جالس كيتسناني سخوط. المهم داك خونا اللي معاه كيهربني كيليمين راسو بقنبوله يقتل راسو بقنبوله. هنا يعني من سوف يفوز؟ هل التعادل؟ هل التعادل؟ ايه تا ايه تشوط عالمي يا خورا.